يأتي هذا اللقاء كثمرة جهد وعمل مشترك وتنسيق ما بين القطاعات المختلفة ليبرز أوجه التكامل الحكومي في تبني خطوات عملية لدراسة التكفل بتشغيلية فئة حاملي شهادات الدكتوراه. كما التزم القطاع بالسعي لدى الجهات المختصة لتوفير مناصب عمل على مستوى المؤسسات الجامعية، وقد وفينا بهذا الالتزام من خلال تخصيص 1655 منصب للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ مساعد صنف باء، وكذا تخصيص أكثر من 400 منصب للالتحاق برتبة أستاذ مستعد استشفائي صنف باء. ويجري هذه الأيام الإعلان عن تنظيم إعلانات التوظيف بمختلف المؤسسات الجامعية. وإنجاز هذه التعليمة اللي ختمت اليوم كللت بالاتفاقية، واللي ترمي أساساً لأخذ بعين الاعتبار هذه حاملي شهادات الدكتوراه وفتح مجالات التوظيف في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي لإضفاء أكثر شفافية، وهذا يندرج ضمن تعليمات السيد الوزير الأول، وهي مدرجة كنقطة أساسية وهامة في مخطط عمل الحكومة.